فيها 50 دار وقادس لي يهبط الماء ما كاينش. سرق زيت هو غارق. 50 هادي 50 دار. 50 دار كاملة في الخسارة بحالهم. انا من الصباح دخل علينا الماء جا كتشوف حوايجنا ولادنا راهم في الزنقة حوايجنا راهم لداخل. الناس المسؤولين كيعرفوا هاد الشيء هذا وما بقاوش يقلبوا على الحل. هادي اللي ما قدرتش شوف رجعتي للطرق القديمه يا البحر هاج علينا 50 دار قزلنايا شويه ديال الامطار دازت هادشي هادي هادي كتشوف اودي هادشي راه كيحكي الواقع كيحكيه براسو فيضان يعني جاف امطار يعني ماشي امطار يعني طوفانيه اللي نقولوا بان راه الوضعيه راه مايمكنلكش تغلب عليها. المشكل عندنا هنايا الشبكه ديال صرف المياه العديمه والماء ديال الشبكه ديال الماء ديال الشتاء ما مخدومينش بشكل صحيح باش نتفاداو هذا الفيضان اللي كاين هنايا. وهذا الشيء راه كيتكرر فوقاش ما تكون الامطار هذا الشيء كنوليو نشوفوه في كل فتره اللي كتكون فيها التساقطات والناس المسؤولين كيعرفوا هذا الشيء هذا وما بغاوش يقلبوا على الحل. والحل كاين ما يمكنش ما يكونش الحل. امطار ماشي كثيره هذه قليله ولكن القنوات كلها مخنوقه ما عرفناش شنو هذا الشيء هذا وكيبقاو فينا الساكنه مساكن اللي متواجده في الطبق السفلي او الارضي كيتكرفسوا الفراش ديالهم والعدس ديالهم كلشي يعني راه الله يحسن العوان. اسمي هذا الحي وفين جا؟ هذا الحي جا في الجامعه الحضاريه ديك الزنايا في المركز عماله طنجة اصيله وهي منطقه معروفه. اسمي هذا الحي الحي مسمي 50 دار او لا مسمي الحومه بالتسميه القديمه حي متروكه. اسم على مسمى. السلام عليكم. السلام. احنا غارقين هادشي هادي انتي كتشوف فهمتيني قال علينا الماء ما بقى لنا لا حوايج لا والو فهمتيني ما كاين لا مسؤولين هنا لا والو فهمتيني حنا من الصباح دخل علينا الماء انت كتشوف حوايجنا ولادنا راهم في الزنقه حوايجنا راهم لداخل فازقين كلشي فازق وحنا فزقنا وحنا القوادس ما بغاوش يتسرحوا كاين حتى واحد عيطنا اي واحد حتى واحد ما تكلم منا فهمت شنو الجماعة تا واحد ما دافينا انت كتشوف الحالة هادي شوف الحالة ديالنا كي دايرة تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.